We're really excited for the next step in how we're transforming your relationship with your car by rethinking car keys. شركة أبل أعلنت تطوير ميزة تحول هاتف آيفون إلى مفتاح رقمي لسيارتك. الشركة الأمريكية ستبدأ طرح هذه الميزة بالتعاون مع شركة BMW الألمانية. المفتاح الرقمي الخاص بأبل سيمكنك من فتح السيارة وتشغيلها أيضاً. مفتاح أبل هو آخر حلقة من حلقات تطور مفاتيح السيارات عبر الزمن، والتي تعددت استخداماتها وأشكالها بتطور تكنولوجيا صناعة السيارات. عندما بدأ اختراع السيارة ينتشر في العالم في نهاية القرن التاسع عشر، لم تكن نماذج السيارات الأولى تحتاج إلى مفتاح أصلاً. كان أصحاب السيارات يقومون بتشغيل محرك السيارة يدوياً بهذه الطريقة. ظهر أول مفتاح سيارة عام 1910، لكنه كان يستخدم لإطفاء السيارة فقط. بدء تشغيل السيارة كان يتم يدوياً أيضاً، بينما كانت أبواب السيارة تغلق وتفتح عن طريق أقفال كتلك التي نستخدمها في أبواب المنزل. انتظر العالم حتى عام 1949 عندما قامت شركة كرايسلر الأمريكية بتطوير مفتاح يقوم وحده بتشغيل السيارة من دون الحاجة إلى أي مجهود ميكانيكي. أسنان مفتاح كرايسلر كانت موجودة في جانب واحد فقط، مثله مثل مفاتيح الأبواب التي نستخدمها الآن. عام 1965 قدمت شركة فورد مفتاحاً به أسنان على الجانبين، ما يتيح إدخاله في جهاز تشغيل السيارة من الاتجاهين. ولحماية السيارات من السرقة قدمت شركة شيفرلي عام 1986 مفتاحاً يحتوي على شيفرة لا يمكن فتح السيارة من دونها. بعد محاولة من شركة رينو الفرنسية لصناعة أول مفتاح يستطيع فتح الأبواب عن بعد، استطاعت شركة كاديلاك طرح نموذج فعال من هذه المفاتيح عام 1987. هذه المفاتيح تحتوي على رقاقة إلكترونية تتصل بأخرى مثبتة في أبواب السيارة وتستطيع فتحها عن بعد. عام 1990 طرحت شركة لكسس مفتاحاً تم تشكيل أسنانه بواسطة الليزر، وبالتالي لا يمكن تقليده، في محاولة أخرى لزيادة الأمان. في العام ذاته طرحت شركة مرسيدس بنز الألمانية مفتاحاً دمج بين جهاز الفتح عن بعد والمفتاح التقليدي بشكله الحديث. في هذه الفترة كانت المفاتيح تفتح أبواب السيارة عن بعد، لكن لم تكن تشغل المحرك. لاحقاً في نهاية التسعينيات ظهرت أجهزة يتم تركيبها في السيارة تمكن المفتاح من تشغيل المحرك وبالتالي تسخين السيارة عن بعد. عام 2004 كانت شيفرولي أول شركة تطرح مفتاحاً يشغل المحرك عن بعد. وفي عام 2018 طرحت شركة تسلا تطبيقاً خاصاً بها على هاتف آيفون يمكن أصحاب السيارات من فتحها عن بعد. وأخيراً طرحت شركة أبل خاصية كار كي بالتعاون مع شركة BMW الذي سيطرح في الأسواق قريباً. التطبيق يمكن مستخدمي السيارة من فتحها وتشغيلها عن بعد، بل وأيضاً مشاركة معلومات فتح السيارة مع الأصدقاء. يحتاج مستخدم السيارة إلى وضع الهاتف قرب الباب حتى يقوم التطبيق بفتح السيارة، ثم وضع الهاتف على مكان للشحن داخل السيارة وضغط زر التشغيل. تطبيق أبل يعتمد على تقنية التواصل قريب المدى أو NFC، التي تمكن الأجهزة من تبادل المعلومات بشكل لاسلكي خلال وجودها ضمن مسافة قصيرة. برأيك، كيف سيكون مفتاح السيارة بعد 10 أعوام من الآن؟